ضابط برتبة عالية ويشغل منصبا مؤثرا في جيش الأسد انشق عن النظام هو ونجده النقيب وهرب إلى الأردن بتأمين من المعارضة لتوكل إليه مهمة في الحكومة السورية المؤقتة. فما قصة اللواء المنشق محمد نور خلوف؟ اللواء محمد نور خلوف والمولود عام 1955 في مدينة قادش بمحافظة حمص كان أحد أبرز الشخصيات في الجيش السوري، فقد شغل منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين في الجيش السوري وهو برتبة لواء، حيث كان مسؤولاً عن تمويل الفرق وإرسال الإمدادات والتعزيزات العسكرية للجيش. إلا أنه في العام 2013 أعلن انشقاقه هو ونجله النقيب عز الدين قائد سرية الاستطلاع في اللواء 91 وهرب إلى الأردن برفقة عائلته بتأمين من المعارضة السورية، حيث خرج اللواء في شريط فيديو مسجل بثته قناة العربية وظهر فيه خلوف مرتديا بدلته العسكرية وبجانبه ابنه النقيب، وقال فيها إنه رتب مع فصائل المعارضة السورية منذ فترة لعملية انفصاله عن النظام، مضيفا أنه في مأمن مع عائلته في الأردن، وبرر انشقاقه بأنه لا يمكن لأحد أن يتقبل ما يفعله النظام السوري إلا إذا كانت له مصالح خاصة. ولم يعلق خلوف على وضع الحكومة السورية، وبحسب وكالة فرانس بريس فإن ناشطين أكدوا أن عملية الانشقاق كشفت بعد يومين من حدوثها بعد أن تأكد وصول الضابط مع عائلته إلى الأردن. وبحسب أورينت نيوز فإن أبو قتادة الناطق الإعلامي للمجلس العسكري بدمشق وريف دمشق قال إن اللواء خلوف كان مع الجيش الحر وكان يساعد في كثير من الأمور أثناء عمله في جيش الأسد، حيث كان يعمل على تأخير الإمدادات العسكرية ويقطعها في بعض الأحيان عن قوات الأسد. وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة قبل انشقاق خلوف شعر النظام بما يفعله وكان يراقبه، وأضاف أن المعارضة عندما شعرت بالخطر على حياته انتظرت حتى سنحت الفرصة وقامت بتأمينه وتهريبه. وقالت مصادر صحفية أردنية إن اللواء خلوف والذي ينتمي للطائفة العلاوية انشق بالفعل عن النظام السوري، وأشارت إلى أن السلطات الأردنية قررت إيواء اللواء المنشق هو وأسرته في مبنى مخصص لكبار الضباط في منطقة الدوار السابع في عمان الغربية. وأكدت وسائل الإعلام أن اللواء خلوف يحظى بمعاملة خاصة عن منشقين آخرين. وبعد انشقاق اللواء خلوف عن النظام التحق بالحكومة المؤقتة وعين نائبا لوزير الدفاع حينها أسعد مصطفى، وبعد استقالة مصطفى كلف خلوف بتسيير أمور الوزارة. ولم يكن انشقاق اللواء خلوف رئيس هيئة الإمداد والتموين في جيش الأسد كغيره من الانشقاقات، وذلك نظرا لأهمية المنصب الذي يشغله خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي كانت تعيشها سوريا حينها من حيث إمداد وتمويل الفرق والتي تعتبر الأولوية الأولى لنظام الأسد، فضلا عن المعلومات الهامة التي يملكها، كما أن تعاونه مع الجيش الحر منذ فترة ليست بالقصيرة زاد من أهمية انشقاقه.